اهلا بكم في فيديو جديد. انا ندى من قناة نون كيوتي، واليوم ان شاء الله حتكلم عن جل صبار الكوري من ناتشورال ريبوبليك. هو منتج كوري معروف ومنتشر كمان في الاسواق هنا عندنا العربية، ومنتج اخذ جدا صيت، وبجد هو يستاهل جل صبار لفوائده الكثير اللي حنتكلم عنها في الفيديو. انا اخذت جل صبار من موقع اي هيرب، ولما دخلت على موقع اي هيرب لقيت طبعا دايما لازم لما تشتروا منتج حاولوا تدخلوا على مكوناته عشان تكونوا عارفين هل في مثلا مادة بتتحسسوا منها ولا لا، لانه هنا مكتوب انه هو بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين اي وادر انتجرات. هو تقريبا 92% منه عبارة عن جل الصبار الطبيعي مستخلص من نبتة الصبار، وعندنا 8% مقسمين فيها الجليسرين بكل أنواعه، الإستار والقاعدي، وفي الصورة القاعدية للحمض الهيرونيك أسيد اللي هو هيرونيت صوديوم هيرونيت، ده بيزيد من نسبة الترطيب في جل الصبار وبس. وفي له كمان نسبة من الكحول للناس اللي بتتحسس مع الكحول، او بشرتهم حساسة او بشرتهم جافة ممكن بيتحسسوا من الكحول. وفيها كمان برفيوم، بس ده كله بيجي في 8% من المكونات حقته، و 92% منه عبارة عن جل مستخرج من نبتة. طبعا هو مكتوب انه ممكن يستخدم لجميع انواع البشرة. هو طبعا من شركة كورية او منتج كوري من ناتشورال ريبوبليك، وزي ما شايفين 92% منه عبارة عن مستخلص من جل الصبار. هو يعتبر جل، او انا جبته اساسا اخدته كبيز لمعظم الماسكات، ولما استخدمته حسيت انه هو يعني جدا بيرطب بيهدي البشرة. هما كاتبين عليه soothing gel، يعني جل مهدئ، جل مرطب للبشرة. لو انت مثلا عندك تهيج، عندك اكلان، حتى كأمان يعني بيفضل استخدامه بعد شفرة الحلاقة. في ناس كتير بيستخدموه بعد ما يستخدموا شفرة الحلاقة لإزالة الشعر، بيحطوا جل صبار بيعمل تهدئة للبشرة. غير كده في له فوائد، بتنفع البشرة، بتفتح البشرة، لو في أثر من الحبوب يعني الناس بتلاحظ مع الاستخدام، لو استخدمتي كماسك للوجه بيحسن من عيوب الوجه. الصبار عنده فوائد حلوة للوجه، للشعر، للرموش، للأظافر. فده شكله كده بيجي في العلبة، جل يعني جدا حلو، جدا جدا بيرطب، جدا بيهدي البشرة، بيتمتص البشرة على طول، ما بيخلي ملمس زي كده دهني أو زي كأنك عاملة كريم بيلزق، لا على طول بيمتص كأنك مغسلة وشك، يعني كأنك حطيتي موية والبشرة امتصت كل المركب حق الصبار. انا بستخدمه كجل او ماسك للشعر، بخلطه مع زيت اللوز وزيت الخروع لما اكون عايز اعمل ماسك للشعر. فزي ما قلت انا جبته كبيز، اخدته مع كل الماسكات، بحطه مع ماسكات الشعر، بحطه مع الماسكات بتاعت الوجه مثلا، الماسكات الليلية. ممكن يستخدم للماسكارا، بس انا كنت يعني للرموش، تتحطوا على الماسكارا بتاعت الرموش وتمشوا على الرموش العلوية والسفلية. انا في البداية كنت خايفة عشان الكحول انه ممكن يعمل لي حساسية في عيني او يعمل لي تهيج، بس ما حصل لي تهيج او احمرت عيني وما حسيت بحساسية او اي حاجة. ف
فعادي قاعدة استخدم رموشي عادي يعني، جدا حلو للرموش صراحة يعني. بس برضو ناس اللي بتحسسوا من الكحول ياخدوا بالهم انه فيه له نسبة من الكحول، وكمان ممكن تعملوه كبرايمر لانه بيهدي الوجه والبشرة، فممكن تستخدموه كمان ممكن انكم تستخدموه مع سكربات الجسم احيانا. انا بحطه لو عندي في سكراب القهوة، لو ما عندي كوكونات ايل او جوز الهند، او كان عندي حبيبات البن خشنة ما بحتاج اني اخد، بس بستخدم جل الصبار وبحط عليه حبيبات القهوة كمان، لاني عادة برجع من دوامي في وقت الظهر عادة على الساعة 12 وكده، والجو بيكون ساخن وكده. فأنا أكثر حاجة بحبه في جل الصبار إني لما أرجع البيت بحطه كده على وشي على طول، بحس إنه كيف يعني هدالي بشرة، كيف إنه سخانة الشمس أي شيء من الشمس يعني خلاص راح، بشرة صارت هادية. جدا مرطب جدا، خصوصا لو خديتوه في الثلاجة طلعتوه وعملتوه على الوجه وانتو جايين مثلا من سخانة وحر، جدا جميل. جل الصبار عنده فوائد كتيرة، بس أنا المنتج ده الحاجة الوحيدة اللي يعني شوية متحسسة منها الكحول، والبرفيوم فيه له ريحة حلوة، بحيث لو حطيتوه على الشعر لوحده ممكن يعمل لكم شوية جفاف. أتمنى يعجبكم الفيديو، أتمنى أنكم أخذتوا معلومات عن جل الصبار لو حابين تشتروه تكون مفيدة، وأتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة، وفي أمان الله.